احقر حاجه عملتها نجله. انا عارفه احقر حاجه انا عملتها. لا نجله كانت مثلا ممكن تيجي قبل مثلا جرس الفسحه تقفل الفصول على الناس كلها جوه الفصول. الناس الجرس ضرب المدرس لا بيخرج ولا التلامذة. ليه؟ لان نجله قفلت كل الفصول. واحده فتنت عليا بقى، واحده قررت تفتن عليا. طبعا لك انت تخيلي حصل لها ايه؟ رزعتي علقه ولا انت رزعتيها؟ لا مش علقه، كان المدرسه كان فيها، كان عندنا مدرسه في الديليفراند كان في جزء قسم عربي وقسم فرنساوي. فكان في على جنب كده زي عربيه كارو. انا خدت العربيه الكارو حضرتك ومشيت وراها، واول ما لقيت ظهرها رحت زقه شويه فهي نامت على العربيه الكارو. قلت لها بصي لي كده هنفتن تاني. اتفرجي يا حبيبتي، خلاص ده حاجه. تخيلي ده نوع التشرد ده بقى، وانا ما بعملش حاجه غير اني بذاكر عشان اطلع الاولى ولا الثانيه. انا قاعده في البيت كده على المكتب بس. لا وعلى طول متأنبة. انت مش زي اختك ليه؟ طب مش زيها. بس نجله هقول لك حاجه بقى، قبل الامتحانات بشهر قولي تركز التركيز، تعرفي اللي بيربط دماغه بحاجه تركز وتروح وتنجح. اقول لها طب دي طول السنه طبعا نوره متفوق دي متفوقه سياسه واقتصاد تجاره حروكروك. لا بس مش حروكروك، 75% كده. معقوله ده مجمع عظيم. لا كانت كويسه. لا بس نوره اللي هي حافظه الكتاب. يعني نوره سمعي يا نجله، حاضر اسمعك. وقفت في الحته دي قولي لي كده، قلت لها الصفحه ليه او ليه اولها واو. قالت لي رقم 92 الذي كذا كذا. ما مش طبيعي برضو. مش كده يعني. انت ما كنتيش كده خالص. لا خالص صممه يعني. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.